ومرحبا فيكم بفيديو جديد من قناة ببلاد الراي. اليوم عندنا مباراة بين زيدون وبلبل والكلب المتوحش. بلبل من النوع الدفاعي، طبعا أصلي من تكارا تومي توي برو، ضد المنجل الجارح. بلبل اللاعب دامر من النوع الهجومي، طبعا بالحلبة الهجومية. وعلى فكرة هدول من أقوى البلابل في بي باتل بيرث الجزء الأول، أسنانهم قوية جدا، فيعني حنشوف مين الأقوى. واليوم معي ابن خالتي جاد رح يساعدني بالفيديو. مرحبا. هو رح يستخدم انو بلبل رح تستخدم؟ المنجل الجارح. اوكي ناسي اسمه. اوكي يلا نبلش الجولة الأولى. شو جو جو شو؟ اوكي خطأ ممكن يصير في بيرف على فكرة. ضربات منجل قوية على لاير الكلب المتوحش، لكن اوه 1-0 للكلب المتوحش. اوكي انت بس ولا كليك. اوه انا كمان ولا كليك، معناه اجت ضربات قوية. اوكي يلا هلا نشد هاي اللعبة، نزيد القوة الجولة هاي. طلع لك هاي عشان ما يضيع طاقته. هي هي شو الحلو المنزل انه ما ضيع طاقته كثير، برجع بدخل لجوا بنزل. ممكن في بيرست ضربات المنزل اقوى شوي بصير في بيرست. اوكي اللي ما حط لايك بسرعة ينزل يحط لايك اذا عجبه الفيديو. خلونا نوصل هذا الفيديو ل كم لايك بدك؟ 2000. اوكي بدك 2000. اوكي وصل هذا الفيديو ل 2000 لايك عشان يصير جاد يطلع معي فيديوهات اكثر. طلعوا معي عشان ما تضيع طاقتك. اوكي جو شو. اوكي راح تفوز شكلك. يا ريتني ما حكيت لك. بمزح. اوكي بمزح اكيد بمزح. اوه بس كليك واحدة انا. اوه تلتك انا خبطة واحدة الكلمة توحش سن واحد وبوف بيرس. انت خبطة واحدة بس راحت. اوه انا طلعت كلمة كثير قوي. شوف قديش صار زي كانه هجومي. اللي ما اشترك بالقناة بسرعة روح ينزل يشترك بالقناة بالضغط على الزر الاحمر اشتراك سبسكرايب او سبنا ويفعل جرس التنبيهات عشان تكون اول واحد بيحضر فيديوهات بس تنزل. اوكي نقطة للكلب المتوحش. النتيجة 4-0 او 3-0 للكلب المتوحش. هلا بدلنا بلابل. بس المنزل الجارح شفته ما بضيع طاقة على السريع. طوالي بيرجع لمنتصف الحلبة. فكان رح غير تكنيك اطلاقا لانه هلا بدلنا البلابل. اوكي تقريبا 5-0. اوكي اوكي المنجل الجارح ومحبين المنجل الجارح لا تخافوا راح افوز لكم يعني. جو شوت منجل. اوكي 5-1 للمنجل للكلب المتوحش. المنجل ليش شكل المنجل كثير اكثر خطا؟ حسيت انه اجت. اوكي اجت كليك عندي. انت كم كليك؟ ولا كليك ولا زي ولا كانه تاثر كلمه وحش. اوكي خلاص خلاص انا جد رح العب بقوه. جو منجل طار. طارت ستيكرز واحدة من الستيكرز اللي كانوا عليه ولا لا؟ بيست فينيش. اوكي النتيجة صارت اظن 6-3 للكلب المتوحش. 6-4 لا المنجل جارح بس فاز مرتين. لا المنجل هلا اخذ مرة دوران فاز مرة لف اكثر شوي ومرة عمل بيرش اظن. مرتين طلع. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات النتيجه. اوكي اظن طلع مرتين وفاز مره بالست. خلص مش مهم هم بكتبوا لنا بالتعليقات هلا صح بالكومنتات النتيجه باخر الفيديو. اوكي عادي شو تصير. اوكي الجوله رقم مليون نزل. اوكي لازم اعمل بيرس هالجوله.
من جد تعادل. اوكي من جد يلا اخدع الكلب. اوه دفاع الكلب قوي على فكرة، كتير قوي دفاع الكلب بتوحش. بيرس فينش ضربات المنزل ما بتأثر بالكلب متوحش. كلب متوحش فاز بفرق كبير على فكرة، اكتر من النص. اوكي خلاص، يعني صراحة بحاول العب كويس هلا لانه في كاميرا موجودة جنبي، بقدرش اخذ كل راحتي باللعب، ف عم بحاول العب اكثر قوة ممكنة. منزل بيرس فينش يلا. اوكي اظن دبل بيرس. حلوة حلوة كانت صح. طبعا باخر الفيديو اكيد رح نعكس قطاعها، فخليكم متابعينا. جوز من جد اللي عجب الفيديو بسرعة ينزل يحط لايك، وكمان يضيفني على السناب شات والانستغرام اللي روابطهم صندوق الوصف. ضربات المنجل ما لها فايدة من دفاع الكلب المتوحش للأسف. اوكي شو اوكي كمان جولة 3 2 1 جو. منجل طلعت بقوة عشان غيرت مكان موقعي انا بطلق على الكلب، بس للأسف برضه ضعفت طاقته. الدرايفر المنجل الجارح صعب تسيطر عليه، حتى لو طلعته بالتكنيك الهجومي عم بضبط الحل بس قدام الكاميرا. ليش ما في بيرست؟ بس كليك واحدة. اوكي يلا نبدل بلابل، يلا كل شوي عم نبدل بلابلنا. ركب اوكي جو شوت. شوفوا هاي الجولة مش محسوبة، بس بدي اجرب اخش هيك اجرب اشوف ما نضيع طاقة النينجا. هاي مش محسوبة بس انه حبيت اشوف شو بصير لو ما ضيعنا طاقة النينجا. صح الكلب متوحش بلف كانه هجومي، والنينجا زي كانه قدرة على الاحتمال. اوه ضربة قوية ما ضل في طاقة من منزل. اوكي والفائز هو الكلب المتوحش، حان وقت عكس القطعة. اوكي عندنا المنجل الجارح مع حديدة ودرايفر الكلب المتوحش. صراحة الاسنان صارت اقوى. هون عندنا حديدة انت انا وبلبل بدك، هلا بنعكس مش مهم. هون صارت اسنان اضعف شوي. اوكي الكلب المتوحش صار هجوم الناس الموضوع. المنجل من جنب شكله حلو أكثر. أوه الكلب المتوحش صح. صوت الضربات من المنجل خطاط عن جد قوية. تعادل صح؟ ولا الكلب شوي لف أكثر؟ اظن الكلب المتوحش اخذ نقطة لف اكثر شوي، هيك ما لف حتى رج. على فكرة حديدة المنجل الجارح بحسها بتعطيك شوي دوران زيادة ما يوقف باخر لحظة، لأنه يعني بحس البلبل هيك برقص عليها، عرفت؟ انه هيك بتدحرج عليها شوي برقص برج رج بلفك شوي بلف شوي زيادة. المنجل مش متوازن صح؟ المنجل مش متوازن، في اشي ماله غريب. بعد عن الحمد لله ينفجر فجأة بيرس مفاجئ. اوه اوكي 1-1 نقطة للمنجل، بس اكل خبطات قوية على فكرة. اوكي كلمة وحش ما راح تضيع طاقته هلا. جو شوف لما انا اطلع ماي عشان ما اضيع الطاقة بنص الحلبة، هو بصير بلبل على الحلبة بصير هجومي. عن جد شوي صارت، انا كان معي الكلب المتوحش ولانه دفاعي
صار دفع اطراف الحلبة، هو طلع المنجل ماي حساس ما ضيع طاقته، ضدنا ضيعنا طاقتنا. اوكي اوه 2-0 2-1 ايه 3-2-1 للمنجل. اه كوشو كلب بيت فينش. لما يصيروا اللايرز مستقيمين هيك جنب بعض بيصير في بيرس بهاي الخطوة مثلا هيك ممكن يصير، لما يصيروا مايلين هيك ما بيصير في بيرس. نقطة للمنجل. اوكي منجل المعدل اقوى الصراحة، اه لانه انا عندي يعني لاير دفاعية مع درايفر هجومي شو راح استفيد، البلبل بهجم خطات قوية بس ما بيأثرش كتير. هلا الجولة هاي انا عكست فانا طلعت المنجل، المنجل صار هجومي وممكن تصير في بيرس خطات قوية. لا اظن اوكي، والفائز هو المنجل الجارح المعدل، ولكن الكلب المتوحش فاز بالمباريات العادية. فشكرا لكم ولمتابعتكم للفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس التنبيهات، تحطوا لايك على هذا الفيديو إذا عجبكم، وبس نشوفكم الفيديو الجاي، ولا تنسوا تكتبوا لنا النتيجة النهائية، بس أظن الكلب المتوحش هو الفائز، وبس بشوفكم الفيديو الجاي.